أهلا بك وبالسادة المشاهدين. نحن بالطبع نفخر في البريد السعودي سبل بدورنا الريادي في خدمة قطاع الحج والعمرة، اتفاقا مع متولي حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحاج والمعتمر. نحظى في مركز أعمال الحج والعمرة بمتابعة مستمرة من معالي رئيس المؤسسة المهندس هانئ بنظامي من أجل تصميم منتجات ومبادرات تتناسب مع احتياجات الحجاج والمعتمرين وتهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن. هذا العام لدينا عديد من الخدمات أو المبادرات المقدمة لهم، من أهم خدمة طرور ضيوف الرحمن التي تعنى بشحن احتياجات ومستلزمات وهدايا التي يشتريها الحاج خلال فترة تواجده في المشاعر المقدسة، ونقوم بشحنها إلى دولة الحاج، بالإضافة إلى خدمة حج بلا حقيبة. هذه الخدمة مصممة من أجل تحسين تجربة ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم، وموجهة خصيصا هذه الفترة إلى حجاج الداخل من أجل نقل الأمتعة من مقر الحاج في مدينته إلى المشاعر المقدسة، ومن ثم في نهاية الحج من المشاعر المقدسة إلى مقر إقامة الحاج عبر عنوانه الوطني. أيضا لدينا شراكة مميزة ومهمة جدا مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل تسويق وبيع سندات الهدي والأضاحي في فروعنا المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالقرب من أماكن تجمع الحجاج وأماكن تواجد. نعم، ذكرت الخدمة المتميزة التي يقدمها سبل حج بلا حقيبة. هذه الخدمة وفرت كثير على الحجاج في تنقلاتهم، في شحن احتياجاتهم دون أن يتحملوا عناء نقلها من موقع إلى آخر. البريد السعودي هو من يقوم بهذا الجهد ويقدم هذه الخدمة. حدثنا باختصار عن خدمة حج بلا حقيبة. بالطبع بحكم خبراتنا المتراكمة كل عام في مجال وفي قطاع خدمة الحاج والمعتمر، وجدنا أنه الحجاج من أجل أن نحسن تجربتهم خلال رحلة الحج أن نقوم باستلام الحقائب في مقر إقامة الحاج في مدينته، بحيث أن يصل الحاج إلى الحملة بدون أن يتحمل على حمل أمتعته. نقوم نحن في بريد السعودي سبل في نقلها من مدينته إلى مقر الحملة. أيضا في رحلة العودة يرغب الكثير من الحجاج بالذهاب لقيام بطواف الوداع دون تحمل عناء الحمل الأمتعة، فنقوم بنقلها من مقر الإقامة في المشاعر المقدسة في منى ونصلها إلى عنوان الوطن وفي مدينة. نعم، كيف تصلون للحاج؟ مدى انتشار مكاتب سبل في المشاعر المقدسة؟ أيضا التقنيات التي تستخدمونها، نعلم أن هناك كما تابعنا لسبل هناك سيارات بريدية مخصصة صنعت خصيصا لخدمة ضيوف الرحمن، تجارب سابقة كانت لهذه السيارات في المشاعر المقدسة أثبتت نجاحها. حدثنا عن قربكم من الحجاج وتنقلاتهم وأيضا التقنيات التي تستخدمونها في هذا التواصل. كما ذكرت من أهم أهدافنا هو تحسين تجربة ضيوف الرحمن، لذا نتواجد في 45 منفذ بيع منتشرة بالقرب من أماكن تجمع الحجاج ومقر إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة. لدينا أيضا ثلاث سيارات SBL Go، هذه السيارات مجهزة بأحدث التقنيات البريدية تتواجد حسب طلب الحجاج وحسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى 53 سيارة لنقل الطرود واستلامها عبر فرق الميدانية وفرق التسويق والالتقاط. بماذا تتميز هذه السيارات مهندس مؤيد؟ سيارات SBL Go هي سيارة مجهزة بكل التقنيات البريدية، تعامل كمكتب متنقل، تتميز بسهولة التنقل أو الانتقال من موقع إلى آخر حسب طلب الحجاج. جميع ما نقدمه في مكاتبنا من خدمات بريدية نستطيع أيضا تقديمه للحاج عبر هذه السيارة. هذه الخدمة بدأت منذ ما يقارب 5 سنوات، والآن في مرحلة كل عام بناء على الاحتياجات نقوم بتطويرها وتحسينها من أجل أن نقدم فيها خدماتنا بجودة واحترافية.